بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف، في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة. في هذه الليلة، ليلة الأحد 19 من شهر شعبان 36,400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. قبل أن نقف عند هذا الحديث، نهني أنفسنا ونهني القائمين ببناء هذا المسجد الشريف، فنقول: جزاهم الله خيرا وعوض الله لهم الأجر إحسان، آجرهم الله فيما أنفقوا وبارك لهم فيما أبقوا، ونبشرهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بنى لله مسجدا. فبناء المساجد من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن الأعمال الصالحة
التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا لا لرياء أو سمعة ولو كمفحص خطاه بنى الله له أوسع بيت في الجنة، من بنى بيتا يعبد الله فيه من حلال بنى الله له بيتا في الجنة، والأحاديث في هذا كثيرة. والمساجد هي بيوت الله في أرضه، وقد أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه في قوله عز من قائل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وفي قوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقد أضافها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل حيث قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات. نرجع للحديث الذي هو عنوان الدرس. أعمال يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. عندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت أم سليم بابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وقد روي عنه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي في شيء تركته لما تركته ولا لشيء فعلته لما فعلته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، فرزق 80 ابنا وابنتين، توفي 93 على 93 في قرن القرن الأول الهجري 93، كم عاش؟ 103 سنين، لأنه عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان ابن كم؟ كان ابن 10 سنين، وتوفي 93 للهجرة، 93 زائد 10 103 سنين. أنس بن مالك الأنصاري
يقول يروي عن من؟ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. من النبي؟ أسأل الطلاب الصغار لي. من مراد بالنبي؟ طلاب صغار أول إعدادي، سادس، خامس، رابع، من النبي؟ من نبيكم؟ محمد. شكرا. محمد بن من؟ هذه هي المشكلة التي أهملها الآباء والأمهات وكثير من وأهملها كثير من المدرسين. يعني تجد الطالب يتخرج من مراحل وما يعرف يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي، يعني ما يعرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب الإهمال، لابد من نعتني بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ثلاثة، القرشي الهاشمي العربي. لأن الإنسان إذا أحب أحداً يحب أن يطلع عليه وعلى اسمه الكامل وعلى نسبه وعلى قبيلته، لأن مولع بحبه. وأنتم تعلمون أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل مقدم على كل محبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من غرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الأولاد حتى ينشأوا على هذه الحالة، على خصلة طيبة، وهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثلون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غرس محبة لا بد منها. ونحن ننبه الآباء والأمهات، وننبه أيضا المدرسين. عندما يأتي المدرس إلى الطلبة يقول لهم مثلا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس يقتصر على هذا، وأن محمد رسول الله. من محمد؟ محمد ابن من؟ ابن من؟ ابن من؟ لابد يغرس. يقول أخبرهم بأن محمد، على الأقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي. لو مثل رجل أتته هدية من شخص، هدية، يحب أن يطلع على هذا الشخص الذي أرسل إليه هذه الهدية، من هذا الرجل الذي اعتنى به هذا الاعتناء وخصني بهذه الهدية دون غيره؟ من هو هذا؟ هذا فلان. من فلان؟ من فلان؟ من أين؟ إيش قبيلته؟ يعني بيسأل على أحواله الصغيرة والكبيرة كل هذه، حتى إيش؟ لأنه امتن عليه بهذه الهدية، أعطاه هذه الهدية، يحب أن يعرفه ويحب أن يواصله. وإذا وجد أحد
يذهب إليه يقول سلم على فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني ساكن المكان الفلاني. فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقد رفع الله ذكره ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما يؤذن المؤذن بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول بعد ذلك؟ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. عندما يقيم المقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. وأنت تقرأ التشهد تصلي في القعود في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك من أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هو محمد هذا؟ لابد نعرفه لابد نحبه نوقره. ومحبته في الحال بأن تطيعه إذا أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر أليس كذلك؟ هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. محمد بن من؟ بن عبد الله بن عبد المطلب. هي هذه الليلة عندما واحد يرجع إلى بيته يسأل زوجته يسأل ابنته يسأل ابنه الصغير من محمد هذا؟ فإذا أتى بالجواب الحمد لله وإذا لم يأتي بالجواب يعلمه هذا محمد الذي وجبت محبته هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي
واسمعوا كيف الأسلوب، بداية الأسلوب المشوقين، ألا استفهام أراد به جمع الهمم، استحضار الأذهان، وكل واحد مستعد بأن يسمع لما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الأسلوب، هكذا ينبغي. ألا أخبركم، كثير هكذا كان عليه الصلاة والسلام يأتي بالكلمات المشوقة للاستماع. أنا لكم مثل الوالد، أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم أمر دينكم. ها كل واحد يسمع. هكذا زين، ألا أخبركم، كل واحد يريد أن يستمع عن إيش، بماذا يريد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، خطايا الذنوب. كل واحد يريد أن يعرف هذه الأشياء، كل واحد يكون له درجات، كل واحد يريد أن يكون له درجات في الدنيا وفي الآخرة، ويرفع به الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. درجات في الدنيا الذكر الجميل، احترام الناس، توقيرهم، طمأنينة القلب، سعادة في الحياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا، فلا نحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. إذا في الدنيا يحبك الله، وإذا فيما عدا الناس يحبك الناس. إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إن قد أحببت عبدي فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا فمثل ذلك. والدرجات في الآخرة في دار أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في دار لا يفنى شبابها ولا يفنى نعيمها ولا يتكدر صفوها ولا يتغير سرورها ولا يتنغص عيشها، وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هناك درجات، ولكل درجات مما عملوا، فأولئك لهم الدرجات العلى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه فردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر عنه الجنة، وفوقه عرش الرحمن فردوس. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، كلنا نسأل الله تعالى الفردوس، كل واحد منا، وكل واحد يتمنى أن يكون من أهلها. ولكن هل يكفي أن نتمنى فقط ويتمنى على الله الأماني؟ لا، لابد ندعو الله سبحانه، نسأل الله سبحانه ونتوسل إلى الله عز وجل، لكن لابد من العمل. اللهم إنا نسألك الجنة وماذا؟ وما قرب إليها من قول
وعمل. وإذا أردنا الفردوس فما علينا إلا أن نعمل بما جاء في هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ندعو الله سبحانه وتعالى كل وقت من الأوقات، نسأله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بذلك ويوفقنا لذلك وليسر لنا ذلك ونسارع. ما يكفي القول فقط، لابد من مسارعة، لابد من منافسة مسابقة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأعدت للمتقين. لابد من مسارعة مسابقة منافسة، وفي ذلك فليتنافس متنافسون. لا يستوي من كان ذا جهاد وقاعد بين النساء في النادي. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم، لابد من السير على الطريق المستقيم حتى نصل إلى السعادة الأبدية، إلى السعادة الأبدية، إلى السعادة الأبدية. نعم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الأشياء التي يمحو الله بها الخطايا في درجات هذه ثلاثة أشياء. هنا ذكر ثلاثة، قال إسباغ الوضوء على المكاره، والثانية وكثة الخطى إلى المساجد، والثالثة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء، الوضوء هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق رفعا للحدث. هذا هو تعريف الوضوء الشرعي، هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق رفعا للحدث. إيش معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغه إكماله، إتمامه، واستيعاب جوارحه مع مراعاة شروطه وفرائضه وسننه. عند المكاره أي عند المشقة، عند المشقة مثل الكسل، الكسل أو يكون الإنسان مستعجل أو في وقت البرد أو نحو ذلك من الشاق، يعني عند مشقة، عند مشقة. مثال ذلك مثل يأتي الإنسان لينام تعبان مرهق، وعندما أتى إلى الفراش تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت موضعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك
لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلته. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث فيه حظ على إيش؟ على الوضوء قبل النوم، فيه ترغيب، فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا الثعبان ذهب إلى الماء وتوضأ وأسبغ الوضوء، وجاء وطقع على شقه الأيمن وأتى بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية التي يؤتى بها عند إرادة النوم. هذا مثال. مثال آخر، واحد نائم في الليل في فراش لذيذ والحاف وسادة مكيف، استيقظ في آخر الليل أو في ثلث الليل الأخير، هل يترك هذه النوم العسيلة الحلوة ويقوم ولا يواصل؟ الشيطان ماذا يقول له؟ يقول عليك ليلا طويلا فارقد، والنفس تجاذبه لأنها تحب الراحة، تحب الراحة بأن يواصل. ولكن ماذا؟ تذكر قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تذكر قول الله تعالى في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تذكر قول الله تعالى في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. فقام وترك ذلك الفراش وتلك النوم الحلوة العسيلة وذهب إلى الماء وتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم قام بين يدي الله عز وجل قائماً راكعاً ساجداً مرتلاً كتاب الله ترتيلاً. هذا المثال عند الوضوء، إسباغ الوضوء عند المكاره أي عند المشقة. فهذا عمل يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. والعمل الثاني وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، التردد إلى المساجد على الأقل في اليوم كم مرة؟ على الأقل في اليوم 5 مرات. هاي الخطوات يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. هذه الخطى التي يخطوها إلى المساجد، يقول الحال له بكل خطوة حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كم من الكثير من الأحاديث التي وردت حاضة على التردد للمساجد والذهاب إلى المساجد ومرغبة في ذلك ومبينة لما يترتب على ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل. في حديث ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم
صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بها درجة. إلا كتب الله له بها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كم خطوات بتخطوها أنت؟ ولك بكل خطوة صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. لو كان بيتك قريب من المسجد 100 خطوة فقط تعليم، وتذهب إلى المسجد كل يوم 5 مرات، يكتب لك كم حسنة؟ 500. صدقت بكم صدقة؟ 500 صدقة. يحط عنك كم خطية؟ كم سيئة؟ 500. يرفع لك كم درجة؟ 500 درجة. يكون بينك وبين المسجد 100 خطوة. ولذلك ينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن أن يحرص كل الحرص على المشي إلى المسجد. وقد زهد كثير من الناس في هذا الفضل، تجد بينه وبين المسجد 0.5 كيلو، 100 متر، 200 متر، ويجي راكب سيارة، بينك وبين المسجد 500 خطوة، 0.5 كيلو، بينك وبين المسجد مثلا ولو كيلو، كم الكيلو؟ 1000 متر. كم 1000 متر؟ كم خطوة؟ تجي راكب سيارة من هناك إلى هنا ومن هنا إلى هناك. أما كان لولا أن تحتسب هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل، هذه الخطوات التي تخطوها إلى المسجد، وكثرة الخطى إلى المساجد. ثم أن المسجد، ثم أن المشي فيه صحة بدنية، رياضة. تخرج من بيتك في سيارة حتى تصل المسجد؟ إذا كان لا تستطيع المشي نعم، لكن إذا كان تستطيع المشي عن تجهل في هذا الفضل العظيم الثواب الجزيل، تجهل هذا الأجر. والذي ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أنه ينبغي أن يخرج من بيته إلى المسجد على وضوء، يخرج من بيته وهو على وضوء. في الحديث من توضأ في بيته، من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. وفي حديث مسعود ذكرناه الآن، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد. ترى ناس جيران المسجد يخرجون من بيوتهم ويجي ركب الحال إلى دورات المياه التي في المسجد، تزاحم طوابير، هذا داخل وهذا خارج، هذا داخل. لماذا؟ قل الآن بيت ما في دورة مياه، ما في ماء. لماذا نزهل في هذا الفضل في هذا الثواب؟ نخرج من بيوتنا ونحن على غير وضوء، ونجي نزاحم مثلا الغرباء أو وما معهم مكان لأي شيء،
ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أن يخرج من بيته وهو على سواء كان خروجه إلى المسجد أو إلى غير المسجد. نعم. بشر المشائين، بشر المشائين ولم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة إن شاء الله. فكثرة الخطأ إلى المساجد، يعني هذه من الأشياء التي إيش؟ التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا هو المثال معكم الآن. يعني صليتم المغرب وجلستم في هذه الحلقة المباركة تنتظرون ماذا؟ صلاة العشاء. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط قالها ثلاثة، يعني فذلكم الرباط يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا هو الرباط. إيش هو الرباط؟ الرباط هو الإقامة على جهاد العدو. وأنتم الآن تجاهدون من؟ واحد يجاهد نفسه، ويجاهد نفسه لأن النفس لك الحال يعني تحب الراحة، تحب المسير، ما تحب الجلوس في المساجد. فالإنسان تجاذبه نفسه حتى يخرج من المسجد بعد أن يصلي، تجد مثلا يسلم السلام عليكم ورحمة الله واقف على المرأة، واقف إلى أين؟ خاصة مثل هذا الوقت إلى أين؟ وتجاهد الشيطان أيضا، الشيطان ما راضي عنا الآن جالسين في المسجد حزين، ولكن ماذا نفعل؟ كل شيء يغيظه نفعله. لماذا؟ لأنه عدو يحب لنا الخير ولا يحب لنا الشر. يحب لنا الشر، ما دام يحب لنا الشر نفعل كل شيء يغيظه ويحزنه، أليس كذلك؟ فبعزتك، إيش قال هو؟ أقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه هو عدو، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حيث جهاد الشيطان وجهاد النفس. وهنا على كل حال نود أن نقف وقفة هنا في هذه الحلقة المباركة التي بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. وكثير ما نقول ندعو ونتمنى أن تكون هذه الحلقات بين العشاءين موجودة في كل مسجد من المساجد وفي كل ليلة من الليالي، حتى يستفيد الناس، حتى يتعلم الناس أمر دينهم، حتى يتفقهوا في دينهم، حتى يعبدوا الله على بصيرة. كم من جاهل لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء، لا يحسن المعاملة، لا يحسن أن يعبد الله. والله عز وجل لا يعبد بالجهل إنما يعبد بالعلم. لكن أين يتعلم الناس؟ في الأسواق، في المزارع، في أي مكان، يتعلمون في المساجد. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون في المساجد، وكانوا يتحلقون حلقا في المساجد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم ذات يوم فوجد أصحابه عيزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وقال يقرؤون القرآن، فقال فجلس إليه فقال بهذا أرسلني ربي. في المقام الثاني فوقف يتكلمون في الحلال والحرام، فجلس إليه ولم يقل شيئا. في المقام الثالث فوقف يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه،
فجلس إليهم كثيرا وقال بهذا أمرني ربي. وينبغي التعاون من الجميع، ممن من الله عليه بالمعرفة وممن أراد أن يتعلم، لأنك في بعض الأماكن عندما تعاتب الذين من الله عليه بالمعرفة لماذا لا تجلس في المسجد تعلم الناس، يقول مع من لا يجلس معي أحد. عندما تذكر للآخرين لماذا لا تجلسون تتعلمون في المسجد، يقولون مع من لا نجد من يجلس معنا، كل يلوم الآخرين. فينبغي التعاون من الجميع. فإذا جلس مثلا أحد المدرسين يوم من الأيام وما جلس وما لم يأتي لم يجلس معه أحد، يقبض كتاب ويقرأ. في اليوم الثاني في الليلة الثانية سيأتي واحد اثنين ثلاثة أربعة، يقول للطلاب الأطفال الصغار جلسوا تعالوا. ما أحسن تكون حلقات موجودة في المساجد، حلقات متنوعة، هؤلاء يقرأون القرآن، هؤلاء يتعلمون أمر دينهم، وهكذا يكون حلقات في المسجد. وهناك يعني مساجد والحمد لله وانشئت فيها هذه الحلقات بعد الفجر حتى صلاة الإشراق، وبعد المغرب حتى صلاة العشاء الأخرى. وكثير ما سمعناهم يقول وكثير ما سمعنا بعضهم يقول استفدنا والحمد لله من هذه الحلقة المباركة التي أنشئت في المسجد الفلاني، كنا نجهل كذا وكذا تعلمنا كذا وكذا، كنا نجهل الاستدراك ما نعرف كيف الاستدراك تعلمناه من هذه الحلقة، كنا نجهل نواقب الوضوء ما عرفه الحمد لله. ها يقول كنا على كل حال نجهل أسباب الغسل من الجنابة تعلمناها وسمعناها الحمد لله من حلقات في المساجد. وهكذا ينبغي. وأقل شيء يوم ما نتعلم شيء ولا نستفيد بشيء أن يكون يتعرض لماذا؟ للنفحات والخيرات والبركات ورفع الدرجات وتكفير السيئات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الحديث الذي معنا الآن، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ذكر من هذه الأشياء إيش؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط قالها ثلاثة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير والخير والبركة والتسديد والتأييد والفوز والنجاح والصلاح والفلاح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نستمع إلى أبيات من زاهر السابقي بالنسبة لفتح هذا المسجد، فليتفضل.
على البركة الغراء كم سرح الظبي يلوح عليه من كرامته والسيور يعود إلى الروض النظير مداعبا ورود الخزامى غاب في ثغرها الوعي تهينمه في الليل أنة مخبت وللدمع في مضمار وجنته جري على ثغرة المحراب بات مجاهدا ومن يرمي بالأذكار أصدقه الرمي على ثغرة المحراب بات مجاهدا ومن يرمي بالأذكار أصدقه الرمي يلذ له القرب الإلهي شربة يلذ له القرب الإلهي شربة يغص إذا ما صب في كأسه النأي أقام ببيت الله يقتبس الهدى أقام ببيت الله يقتبس الهدى فشعشعه بالنور والحكمة الوحي ومن حلقة الأذكار تنبت أمة وتؤتي ثمار المجد يثمرها الهدي ومن حلقة الأذكار تنبت أمة وتؤتي ثمار المجد يملأها الهدي وشكرا.